في الثقافة والأدب، المفروض بقى ده ملعبكم. اسألي طيب، مش حاجة يعني. طيب، بما إن أنتم مواليد سنة 74 ودخلتوا البوردر لاين بتاع الكهولة، ها؟ ربنا يخليك. فمن قائل؟ يا الأسئلة السخيفة، من قائل هذه الأبيات؟ من قائل هذه الأبيات يا شعرة يا أوائل جيلكوا في الشعر الغنائي؟ إيه الإحراج ده؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أنا هقول أبو القاسم الشابي بس مش متأكد. أحمد شوقي ولا حافظ أمين؟ ولا واحد فيهم. انت بتحاول، انت بتشوفني، انت بت... اه في حد بيغششك كده؟ لا والله، لا لا لا، انا لا ايمن بهجه بيصطاد حد بيغششه والله. دي انت عارفه لو سالتينا السؤال ده واحنا في ثانويه عامه مش هنبقى يعني ده صعب. ايوه بس بتسمعه كتير. محدش هيغششنا. انا ما بحفظش كلماتي. ما بحفظش غير كلماتي. لا والله. دكتوراه فخريه وما بحفظش غير كلماتي. ما شاء الله. حد هنا يعرف الا ليت الشباب يعود يوما؟ مين اللي عمل؟ مش صعب على فكره. هو صعب، هو ده سؤال. لا ما هو صعب. ده هي لا لا، ده انت عندك ناس كمان المفروض يبقى لسه مخلصين دراسة بعدنا ب80 سنة. لا هو 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 شاعر مشهور جدا، أبو العتاهية. الراجل ده أنا عارفة أن أنت لو قريت سيرته مش بس أشعاره هتحبه جدا، أيمن بهجة قمر. لأن هو بدأ حياته يعني يقال أنه كان غائص في ملذات الدنيا وعربيد، وبعد كده طب انا احبه ليه عشان كنت زيه يعني؟ مش كنت بتكتب اغاني هابطه؟ اه ماشي. وبعد كده بقيت بتعمل حاجات عميقه. اه ماشي. كان عربيد زي ابو العتاهيه. ابو العتاهيه من اشعر شعراء العربيه. سؤال له علاقه بالفنون. طبعا هتبقى الفنون ايام الفراعنه. احنا لحد دلوقتي، احنا لحد دلوقتي نقطتين لامير طعيمه ونقطه واحده. واحد 2-1. ايوه نور الشربيني ومجموعه مصر في كاس العالم. انا ما جاوبتش. انا الحق نفسك. طيب هو شكلها تخلص كده. من هو اول مطرب مصري يظهر على شاشه السينما؟ عبد الوهاب. برافو امير طعيمه. حلوة حلوة. بعد الفاصل نكمل مع أمير طعيمة وأيمن بهجة قمر.